سمية عبد المنعم إبراهيم. طبعا النجم عبد المنعم إبراهيم حالة خاصة في الكوميديا وحالة خاصة في حب الناس. أنا عايز أعرف كمان إن النهاردة إحنا بنعمل حق الأدان العالمي لشغله، شايفة الفكرة إزاي وشايفة ممكن تحقق عائد مادي كبير ولا لأ؟ أكيد هتحقق عائد مادي كبير طبعا، يعني لأن أفلام بابا يعني مالية التلفزيون والقنوات وكل حتة. بس الحكاية مش حق مادي، احنا اساس الجمعيه معانا اللي احنا عاملينها علشان الحفاظ على حقوق الفنانين دول. في فنانين كتير محتاجين ده، فالحفاظ على حقوقهم والحفاظ على التراث ما يبقاش متبهدل كده في كل القنوات. شايف الشباب ازاي النهارده بيتعامل مع افلام عبد المنعم ابراهيم وتفاعلهم معاه؟ لا الحمد لله الشباب عارفينه كويس قوي، الاطفال عارفينه كويس قوي. يعني ده شيء يسعدني طبعا، يعني ان في اطفال ما تولدوش وهو موجود. يعني هو بقاله 30 سنة النهاردة متوفي الله يرحمه، ومع ذلك في اطفال عارفة مين هو عبد المنعم ابراهيم وبيحبوا افلامه. عايز اعرف كده لو نتكلم عن طاقية الاخفة، بعتبره من احلى افلامه يعني، وكان من البطولات القليلية ليه كمان. كواليس الفيلم ده وانتوا بتحضيراته والحاجات دي عايزك تحكي لي عنها كده، وانتوا كان في البيت عامل ازاي؟ على فكرة سر طاقية الإخفاء اتعمل في أوائل الخمسينات أو أواخر، أنا كنت لسه بيبي فمش عارف أقول لك الكواليس عاملة إزاي، إنما هو لما كان بيتفرج عليه كان بيقعد يضحك. عموما لما بيستعد العمل كان بيبقى حالته عاملة إزاي؟ بيبقى في البيت بقى متوتر ومشدود ولا بيهزر معاك عشان يخف؟ لا لا كان ما بيبقاش متوتر، كان بيبقى عادي خالص طبيعي جدا، ما عمرنا ما شفناه متوتر الا لما يبقى في المسرح. ما يبقى عنده مسرح بيبقى شويه قلقان، يعني زي ما يكون داخل امتحان لسه والجمهور هيشوفه وكده، هو المسرح. انما السينما خلاص خفيفه، المسرح الممثل المسرحي تقيل، السينما بالنسبه له والتلفزيون بيبقوا فاني بالنسبه تهيألي كده يعني. مين الفنان الكوميدي النهارده اللي ممكن يبقى امتداد لعبد المنعم؟ ما حدش امتداد لحد، هو في فنانين كوميديين كويس قوي حلوين قوي، يعني انا بعشق هنيدي، محمد هنيدي بموت فيه ككوميديان، انما ما فيش حد امتداد لحد. يعني مش هيجي امتداد لاسماعيل ياسين، مش هيجي امتداد لعبد المنعم ابراهيم، مش هيجي امتداد للنابلسي، حسن فايق، عبد الفتاح القصر، يعني كوميديانات كتير قوي. انت شايف ان في امتداد لحد فيهم؟ ما اعتقدش، كل واحد له لونه وكل واحد له الطابع بتاعه الخاص بيه. عايزين نتكلم عن اصعب اللحظات اللي عاشها عبد المنعم، ايه هي وكانت بتتعاملوا معاها انتوا ازاي؟ لا هي اصعب اللحظات كانت ايام وفاه مامتي الله يرحمها، هي دي يعني. افتكر انا برنامج شفته له بكى وهو بيحكي، فبتهيالي دي كانت اصعب لحظه عليه. حتى شغله لو ما كان يبقى فيه كبوات او كده ما كانش بيفرق معايا. لا 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 الشغل، لا الشغل ما كانش بيختلط بالبيت خالص، ملوش دعوه بالبيت نهائي، ده حاجه وده حاجه، كان فاصل ما بين شغله وبيته. مشكور جدا ونورتينا. الله يخليك، ميرسي قوي.